هبتدي بحضراتكم زي كل يوم وزي المعتاد معايا بمعلومه صباحيه. النهارده هكلمكم على كتاب لطيف قوي، عشان الناس دايما اللي بتبعت لي تقول لي اعملي لنا بوك ريكومنديشن، بتقعدي فتره ما بتعمليش بوك ريكومنديشن او ترشيح لكتاب. فالنهارده هكلمكم على كتاب في التحفيز الذاتي، عن بالتحديد الانضباط الذاتي لبراين تريسي. وبراين تريسي ده من اهم المؤسسين للكلمات التحفيزيه الخاصه بالانضباط الذاتي وتحقيق الاهداف وكيفيه الوصول الى الهدف، وكان كمان متخصص في قوله طبعا العديد من الاصدارات في الكتب، ومتخصص ان هو يعطي محاضرات ويؤسس للشركات والمؤسسات العالميه اللي محتاجه هذا الامر في مجال الاداره. ولذلك حبيت ان انا اجيب لكم ترشيح لهذا الكتاب، No Excuses، لا للاعذار. وهنا هو بيتكلم على اكثر من محور في كتابه المكون من 21 جزء. هذا الكتاب جميل جدا، بيتكلم على الأهداف الشخصية، بيتكلم على أهداف اجتماعية ومالية، بيتكلم على السعادة العامة وكيفية الحصول لها. The power of self-discipline. The power of self-discipline أو قوة الانضباط الذاتي من العناوين المهمة جدا في علم تطوير الذات. الكثير من العلماء قدروا ان هم يتكلموا على الموضوع ده بشكل اول حاجة وجيز جدا، وتاني حاجة زي ما احنا بنقول كده to the point. يعني ايه to the point؟ يعني قدروا ان هم يلمسوا فينا الحاجة اللي احنا محتاجين نشتغل عليها، رايحين للهدف فعلا زي ما بنقول. وجيم روهان برضو من اكتر الناس والمتحدثين المحفزين في هذا الأمر أيضا، اتكلم إنه الانضباط الذاتي هو الجسر اللي بيربط ما بين الأحلام وتحقيق الأهداف. تخيلوا لما بيبقى فيه حاجة كده شعراية رفيعة قوي أو حبل رفيع جدا مضطر إن أنت تمشي عليه عشان توصل للهدف، وتحقيق الهدف ده ما بين الحلم والهدف هو الانضباط الذاتي كما أسماه. هتلاقوا فيها دراسات كتير اتعملت، ولكن الكل أجمع إنه الانضباط الذاتي، ودي من الآراء القوية قوي في علم الانضباط الذاتي، مش فكرة ان انت تنغلق على نفسك، ومش فكرته ان انت تعقد نفسك او ان انت تفضل قافل على نفسك لا انا عايز احقق حلمي وبالتالي مش هقدر اعمل اي حاجة. لا، هو مش ضد الاستمتاع، مش ضد الاسترخاء، مش ضد الرفاهية، ولكن مع ان انت عارف هدفك ومحدد فين توجه طاقتك ومجهودك. يعني ما تفضلش ان انت تستنزف طاقتك في حاجات تخليك مش فوكست او تخليك مش مركز في هدفك، وتستنزف طاقتك في حاجات اخرى. ولذلك قال لك انه من صفات الناجحين، من اهم صفات الناجحين، وهبقى اعمل لكم مره حلقه على صفات الناجحين، قال لك بيتميزوا بالانضباط الذاتي. طيب هو يعني ايه انضباط الذاتي؟ تعريف الانضباط الذاتي هي مهارة بيتمتع بها كل من يريد أن يحقق هدف من الأهداف. وهو ده الفكرة كلها، إن أنت بتستجمع قوتك وتركيزك وطاقتك، وبتقدر على الناحية التانية إن أنت تتحدى أو تجنب كده رغبات أو أفكار سلبية أو أي سلوكيات قد تعيق تحقيق هدفك. يعني في بعض السلوكيات من البشر قد تكون بعض الشيء طفولية، وبالتالي انت اللي تعمل لنفسك حواجز او انت اللي تعمل لنفسك تحدي. وساعات كمان التفكير السلبي في الامور هو اللي بيخليك ان انت بتحط لنفسك حواجز ورا حواجز. ولذلك لما جم يتكلموا على اهم المعوقات اللي بتعيق اي حد ان هو يعمل انضباط ذاتي لنفسه، قالوا اول حاجة He doesn't believe. هو ما عندوش إيمان إن هو يقدر يعمل انضباط ذاتي لنفسه. تاني حاجة، افتقاد القوة والإرادة. تالت حاجة ومن أهم الحاجات، قال لك ممكن يكون البيئة السلبية أو البيئة غير المناسبة للشخص ممكن يكون موجود فيها، ودي أهم الحاجات. إلى جانب بقى الأشياء اللي احنا ممكن نكون نتوقعها، إنه يبقى فيه مثلا تفكير سلبي زيادة عن اللزوم أو عدم تحديد أهداف، أنت رايح مثلا لهدفك بتشت في وسط الطريق، ولذلك لما جم العلماء يتكلموا قال لك لازم تجدد هدفك ما بين الحين والآخر، تعرف أنت رايح تعمل مهمة إيه، تنفذ إيه، مطلوب منك إيه في كل حاجة أنت
بتأديها، هل ده معناه ان الحياه وردي وان انا هقدر احقق انضباط ذاتي كده على طول؟ قال لك لا، هتواجه تحديات، بس هي دي اهميه الانضباط الذاتي، ان انت بتقدر ان انت تعدل البوصله على طول وتروح لتحقيق هدفك. ان شاء الله محققين اهدافكم، وان شاء الله يومكم مليء بالنشاط وايضا كل الطاقه الايجابيه. مكملين معاكم لحد الساعه 10.